بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، حياكم الله أبنائي الأعزاء طلاب الصف العاشر في هذا الدرس، درس هذا اليوم الذي يتجدد فيه اللقاء بكم. ودرس اليوم عن توحيد الألوهية. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن توحيد الربوبية، وموضوع درس اليوم إن شاء الله جل وعلا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. ما أنواع التوحيد؟ تكلمنا في الدرس الماضي عن النوع الأول وهو توحيد الربوبية، ثم نتحدث اليوم إن شاء الله جل وعلا عن توحيد الألوهية، ثم سيكون موضوع الدرس القادم بإذن الله جل وعلا عن توحيد الأسماء والصفات. نعرف توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى كائنا من كان. ما أنواع العبادة في الإسلام؟ العبادة في الإسلام كثيرة، أنواعها كثيرة، منها الظاهرة والباطنة، وتبدأ بعلاقة الإنسان مع ربه جل وعلا في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات التي تربط العبد بخالقه. ثم علاقة الإنسان مع نفسه، ما يتعلق بالإنسان من آداب خاصة كالنظافة وآداب النوم والطعام والشراب وغيرها. ثم علاقته مع أسرته ومجتمعه، مع والديه وإخوانه وأرحامه وجيرانه ومع أبناء مجتمعه عموما. ثم الرابعة علاقته مع الأسرة الإنسانية، مع الناس جميعا. ثم الدائرة الخامسة علاقته مع بيئته والكون من حوله. يستنتج من هذا أيها الأحبة أن حياة العبد كلها عبادة، ليست العبادة في المسجد فحسب، وإنما الحياة كلها ينبغي أن يعيشها العبد فيؤدي ما أمر الله عز وجل وينتهي عما نهى عنه، ويجعل الحياة كلها محراب عبادة. ما أدلة توحيد الألوهية في القرآن؟ جاءت أدلة توحيد الألوهية في القرآن، فجاءت الأوامر بتوحيد الله جل وعلا أمرا مباشرا، كما في الآية في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي قول الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. وجاءت أيضا تبين الغاية من خلق الجن والإنس، كما في الآية في قوله عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاءت أيضا تبين عقوبة من أشرك بالله جل وعلا، كما في قوله عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وتأتي أيضا تبين الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما في قول الله جل وعلا: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. هذه أدلة توحيد الألوهية في القرآن. فما هي أدلة توحيد الألوهية في السنة؟ جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو الشاهد، أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا أن يدعو إليه وأن يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم قالوا: أني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. وهذا الحديث أيها الأبناء الأعزاء مقرر حفظا. ما معنى لا إله إلا الله؟ أصل توحيد الألوهية، هذه الشهادة العظيمة التي يقر فيها العبد لله جل وعلا بالوحدانية في ألوهيته. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله عز وجل. ما هي أركانها؟ ما هي أركان شهادة لا إله إلا الله؟ لها ركنان هما النفي والإثبات. النفي لا إله أي نفي الألوهية عن كل ما سوى الله. الإثبات إلا الله أي إثبات الألوهية لله وحده. ما هي شروطها؟ ذكرنا أن لها ركنان النفي والإثبات، فما هي شروط لا إله إلا الله؟ لها سبعة شروط، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للشرك، والإخلاص المنافي للرياء، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض. هذه السبعة هي شروط لا إله إلا الله، فلا يكون العبد مؤمنا حقا وموحدا صدقا إلا إذا حقق هذه الشروط في لا إله إلا الله. ما هي أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية؟ 1- شهادة الله جل وعلا على توحيد الألوهية. 2- بيان عجز الآلهة التي يدعونها من دون الله تعالى. 3- بيان عباد هذه الآلهة والتنديد بهم ووصفهم بالضلال والعمى. 4- بيان ما يقع يوم القيامة بين المشركين وآلهتهم من براءة بعضهم البعض. يوم القيامة يتبرأ الكفار ممن عبدوهم، وهم أيضا يتبرؤون منهم. نقف معها هذه الوقفات القصيرة في أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية شهد الله عز وجل لنفسه بأعظم شهادة، وهي أنه رب كل شيء، وأنه يستحق أن يعبد وحده، وشهد معه الملائكة والأنبياء والرسل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. في هذه الآية بيان عجز الآلهة التي يدعوها الكفار من دون الله جل وعلا، وأنها لا تملك النفع والضر، وأنها ما تملك شيئا في حياة العبد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في هذه الآية أيها الأحبة بيان عباد هذه الآلهة والتنديد بهم ووصفهم بالضلال والعمى. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية بعض ما يقع يوم القيامة
بين الكفار وآلهتهم، فيتبرأ بعضهم من بعض حينما يرون أن مصير الكفار في جهنم والعياذ بالله. سؤال مهم: ما هي علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية؟ الدرس الماضي تحدثنا فيه عن توحيد الربوبية، وموضوع درس اليوم هو توحيد الألوهية. هل هناك علاقة تربط بين هذين النوعين من أنواع التوحيد؟ نعم، من اعترف بأن الله جل وعلا هو الرب يلزمه الاعتراف بأنه هو المستحق للعبادة وحده. لهذا فإن الله عز وجل أنكر في كتابه العظيم على الكفار الذين اعترفوا بربوبية الله وأشركوا مع الله في عبادته. نقف الآن مع ملخص الدرس، الحقائق والمفاهيم. ما هو توحيد الألوهية؟ ما معنى توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. توحيد الربوبية ثبت بأدلة قطعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات، ولها أيضا سبعة شروط، وهي منها الإخلاص المنافي للرياء، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للشرك. تنوعت أساليب القرآن في الدعوة لتوحيد الألوهية. من اعترف بأن الله جل وعلا هو الرب لزمه الاعتراف بأنه يستحق العبادة وحده. ما هي القيمة في درس اليوم؟ توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله قيمة عظيمة ومهمة، فمن أشرك بالله تبارك وتعالى فقد وقع في أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله جل وعلا للعبد ما لم يتب منها. مقابل الشرك، فإن أعظم ما ينبغي أن يقوم المؤمن بتحقيقه في حياته هو التوحيد. قيمة التوحيد قيمة عظيمة ومهمة، ومظاهرها كثيرة، فهي أكثر من أن تحصر، منها الإخلاص في العمل، في العمل الظاهر والباطن لله جل وعلا، وأيضا أن يتجنب العبد كل ما يخدش التوحيد. نختم بالتقويم أيها الأحبة. السؤال الأول: اكتب المصطلحات الشرعية التالية. هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل من سوى الله كائنا من كان. الجواب: توحيد الألوهية. النقطة الثانية: لا معبود بحق إلا الله. هذه الجملة تشير لي مصطلح مهم، وهو الجواب لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية. العبادة في الإسلام كثيرة، منها الظاهرة والباطنة. اثنين: لشهادة أن لا إله إلا الله ركنان هما النفي والإثبات. ثلاثة: من شروط كلمة التوحيد العلم منافي للجهل. أربعة: أنكر الله جل وعلا على الكفار الذين يعترفون بربوبية الله ويشركون في العبادة أو الألوهية. العبادة والألوهية معناهما واحد. السؤال الثالث: ما هي أركان شهادة لا إله إلا الله؟ ركنان النفي، وهو نفي الألوهية عن كل ما سوى الله. الإثبات، وهو إثبات الإلهية لله تبارك وتعالى وحده. لا إله نفي، إلا الله إثبات، هذان هما الركنان لهذه الشهادة العظيم. السؤال الرابع: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ سبعة شروط ذكرناها: العلم المنافي
للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للرياء، الصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض. بهذا نكون أيها الأحبة قد وصلنا لختام درس اليوم. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق، وحتى نلتقي في حصة قادمة بمشيئة الله جل وعلا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.